أولا نشكر الله تبارك وتعالى على العودة إلى الديار، إلى الوطن الغالي العزيز، سالمين غانمين، حيث الطائرة كان فيها حوالي 300 حاج تقريبا، رجعوا سالمين غانمين، والحمد لله أننا وجدنا الإجراءات الوقائية المناسبة، فحص الحجاج يعني للتأكد من سلامتهم، والحمد لله لم تسجل أي إصابات. اللهم اجعله حجا مبرودا بوسعه مشكور إن شاء الله لكل المؤمنين وكل الجزائريين وجميع أمة محمد إن شاء الله. الحج نتاعنا كان حج في أحسن ما يرام. نشكر الدولة الجزائرية على أن سخرت كل الأشياء في العربية السعودية، الحمد لله، وشكرا لكل المسؤولين الذين قاموا وسهروا على راحتنا في كل من مكة وفي المدينة المنورة.